يا ولاد اسمعوني بس. اتفضل يا بابا. انا معاكم ان غريب اخطأ مرتين، مرة لما ضربها بالقلم وحبسها في اوضتها، ومرة لما تهجم عليها في بيت ابن عمتها. وفي بعد كده ايه بقى؟ استني انت يا سعاد، اتفضل كمل يا خالي. يا ولاد اللي انا عايز اقوله ان مفيش انسان معصوم من الخطأ ابدا، وغريب ده بكرة يرجع لحاله. صدقوني غريب ده طيب ومعدنه كويس قوي. خد خد كل. لا يا خالي كل ده انا عامله بايدي. لو النبي كله تمام يا بيه، خمسة كده والمعلم جعفر ينسك. ليه يا بس؟ مرحبا. قبل أي شيء فلوسك جاهزة؟ طلباتك. معلم شفت انا اقول لك اخر والعب كمل. بقول لك واحد صاحبي راح باريس واخد بالك، فبيعك واحده فرنساويه قالت له صفاش، قال لا صفاش. يعني هيولع المشروع وهتبرد نار سيادتك. هتعمل ايه؟ انا حد الله انا عمري ايدي ما اتمدت على حد بالاذى، لكن عندي ولادي الاذى. يبقى اتفقنا، تقولي على طريقه التنفيذ وانا هديلك بقيه ال 500 جنيه. باقي ال 500 دي عرق اللي هينفذ، والمية كده ايدي. مين اللي هينفذ؟ منهم فيهم. مش فاهم. اللي هيولع في المشروع من اهل الحارة، ما تسألنيش يبقى مين واسمه ايه، لا نعرفه ولا انت تعرفه. واحد غلبان منهم واشتريته واتفقنا، ويوم العرض هتهب الشعليلة ولسان النار هتوصل للسماء.